بسم الله، من المواقع الجميلة اللي ممكن عندك أي سؤال تسأله أو تشوف ناس بتتكلم في نفس الموضوع اللي أنت مهتم بيه. في ناس بتتكلم في الكتب، في الكورة، في ساينس، في أي حاجة من الحاجات ديت. موقع اسمه كورة، QURA. تدخل أي سؤال أنت عايزه، هو هيشوف السؤال ده في أنهي تخصص ويبدأ يبعته للناس ديت. تمام، تقدر تكتب أي سؤال أنت عايزه. في ناس مثلا بتسأل عن أسئلة في الدين ممكن ما يقدرش يسألها مع الناس اللي حواليه. ممكن واحد عنده سؤال خطر له قبل ما ينام، يعني لسه الحفرة بتسحب مش بتطير. أي سؤال أنت عايز تسأله بتسأل، وتلاقي ناس كتيرة بتجاوب عليه، وهو بيبعت الأسئلة دي للناس اللي هي مهتمة بالموضوع دوت. يعني أنا مثلا فوجئت إن هو مرشح لي سؤال، واحد بيسأل عن البيم مثلا، في أسئلة أنا كنت جاوبت عليها، هو بيبدأ يتابعها، وأي حد يجاوب عليها إجابة مختلفة يبدأ يبعت لي يقول لي في حاجات مختلفة. هو بيرشح لي بعض الأسئلة، يعني واحد بيسأل مثلا أعمل إيه عشان أبقى بيم مانجر، إيه هو العيد، أسئلة بقى بين الأديان. تمام، فموقع ممتاز يعني.